عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات. اليوم جبت لكم مقروض المقلة، يعني التقليدي العادي اللي هما فين نديروه. عندي السميد، هذا لازم السميد متوسط، ما يكون خشين، ما يكون فيه شويه لرطب. عندي انا ثلاثة عبار، ندير ثلاثه تاع لي شوب كيما هكا، يكونوا بومبي كيما هكا، واذا درتيهم ممسوحين لازم ديري ربعه. عندي قرصه تاع الملح، عندي مغرف صغيره تاع لافاني، ندير كميه قليله، وعندي مغرف صغيره تاع السكر. هذا السكر يعطيه شويه الحميره. ها هوينا نخلطو مليح هاد المكونات، هذه الجافه نخلطوها هاك، وراح ندير السمن. السمن ما ذوبتهاش كاع حتى ولا خليتها كيما هكا، يعني غير شويه حميتها، محميتهاش بزاف. هاكا راح ندير عبر، عبر ناقص صبع هاكا كيما كتشوف فيا، راني مذوباته، ما خليش يولي كيما الزيت هاكا. خاطش انا من الباين ندير غير كميه قليله، بغيت نوري للاخوات. كاين اللي يقولك تحلي في المقله، كاين اللي تقولك مش عارفه المقادير بالضبط، خصو المبتدئات. هذو وراح نكمله بالزيت، يعني ناقص صبع وندير له شويه تاع زيت هاك، ما يكونش معمر بزاف هاكا. وراح نخلط، لازم السمن تاعنا نخلطوه مليح في السميد، خاطر هذا لازم نخلوه يبات هاك، يعني اللي كاين في الشوب لازم تخويه، خاطر هذا يمشي بالعبر. انا عندي حوالي رطل تاع السميد، يعني اللي بالميزان عندي حوالي رطل هاكا، لازم كاع تحكيه مليح هاك، لازم حتى تحسي داك السميد كاع، السميد نتاعنا دخل هذاك داك السمن. كاين اللي تبغي دير الزبده، تقدري ديري الزبده ثاني عبر كيما هكا، زبده ناقص صبع وزيدي لها الزيت. تقدري ديري ثاني الزبده والسمن، يعني كيما اللي عندك، بصح التقليديه يديرو فيها كيما هاك هاكا. وراح نجيب انا ندير له شويه ما زهر، هذيك الكيله اللي راح نشمخ بها راح ندير نصها هاك، ندير ما زهر نرشه به، ديري له غير كيما راه كفت ليه به بهذاك الما زهر، داك شويه تاع الما زهر، خاطر هذه الكيله اللي عبرتي بها لازم تعبري بها ثاني الماء وما زهر. بصح دوك انا كي درت السمن وحكيته مليح، درت حوالي ربع تاع ربع داك العبر تاع ما زهر هاك، وهذا انا راح نخليه يبات، لازم تخليه يبات، يعني باش نجح لك المقروض وما تبديش خايفه ولا شاكه فيه، لازم ديري له كيما هكا، مام هذاك ما زهر يدخل فيه يطري الحبات تاعنا تاع السمين هاكا، يدخل فيه مليح وسطرنا الحبه وما يتحلش في المقلة. وراح نخليه نغطيه ونخليه يبات، ونتلاقى معكم ان شاء الله نبداو نخدمو فيه. عزيزاتي المتتبعات، ها هونا السميد تاعنا تاع المقروض، من بعد خليته بات، ها هوينا يصبح كيما هكا. قلت لكم درت فيها ربع تاع ربع العبر تاع ما زهر باش يتشمخ فيه هاك، ونحلوه هاكا، نحلوه نحليه كيما يحلو الطعام هاكا، ونزيدو مغرف تاع نزيدو هاكا زوج مغارف تاع لاخر تاع فرينة، يعني الانسان اللي تخاف بلي
ولا الاخوات المبتدئات يخافوا بلي تيتحل لهم، تزيد زوج مغارف هكا تاع فرينه. هادو زوج مغارف تاع فرينه يساعدوك باش ما يتحلكش المقرون تاعك في المقله هكا. ونحلو كيما ثاني تعاودي ديري لها كيما الطعام. هذيك فرينه كتدخل في دوك الحبيبات هذوك تاع السميد وهاك ديري لها غير هكا كيما الطعام. ديك الفرينه كاع تدخل فيه هاد شويه ثاني كتقوي فيه الفرينه ما يجيش مليح. الفرينه تتغلب على السميد وتحسي كلي كلي معجن من الداخل والمش هاك. وراني دايره هنايا عبر تاع مازهر كي نبداو نبداو غير بالنص، ما نمشيش نديروا له الماء والمازهر على ضربه هاك، غير بالسياسه هاكا ونمشي معاه ما تعجنيش غير هاك. وراني ديجا موجده الغرس نتاعي، الغرس دائما توجدي قبل ماشي كي تبدي تخدمي وتخلي وتروحي ديري الغرس هاك، غير بالاصابع تقعدي تخدمي فيه، تخدمي غير بالطرف باش ما يشربلكش الماء والمازهر وتعاودي ثاني ديري ما يشوفش الحبات كيف كيف كيما هاكا. تخلي غير شويه هاك وها وين الغرس نتاعنا درت فيه مغرف تاع سمن، درت فيه شويه تاع قرفه ودرت فيه جنجلان وعجنته بشويه تاع الماء. بعد اللي نقيتها من دوك العظام كل شيء وعجنته بشويه تاع الماء ها وين تقدري تعجني مازهر بصح عجنته بالماء وشويه غلطت الحربوش خاطر انا نبغي شويه الغرس فيه كتكون تقلي الغرس تحسي كانك تاكلي غير تاكلي في المقرون في السميد وحده هاكا. خلوه شويه يريح هاكا خمس دقائق ولا ونعاود نرجع لكم. ها وينا دوك بعد لي يشرب شويه هاكا نديرو هاد العمليه وهكا بالصبع يعني نخدمو هكا باش باش نديرو نشكلو كيما الحفره كيما هكا باش نديرو فيها الغرس تاعنا. ها هو هي يعني نحط الغرس ونبلعو يعني المقروض يبين لها المسافه يعني تبلعي كيما هكا هكا حاجه كي تسافيها تعطيك نتيجه هكا ماشي مخروه اذا ما صار ندير هكا باش كاع الغرس يمشي مع العجين. راح نقسمها جاتني شويه طويله نوخر هذه منا ونبدا نخدم انا بهذه يعني كي تشوفي الحربوش بدا يطوى هكا واستعيني بصاشي يعني صاشي كيما هكا تعليه الخبز هكا هكا استعيني بيه تسوي الحبات هكا هكا صافي هذا يساعد هكا وديري الطابع نتاعك تاع المقروض ديما ديري في الفرينه على يديرو في الفرينه باش الرشمه هذيك
تجي في العجين تاعنا هاك. بسم الله وضغطي وعاودي هاك. تقليدي يديرو كانوا مواتنا يديرو كيما هاك، ما كانش عندهم كوبات بصح كانوا يستعملو خدمي هاكا. وهذا اللي يبقى هو خريب بجيه رجعيه في الساشي ولا هنايا رجعيه باش تعاودي تخدمي به هاكا. نسوي الحبه تاعنا كيما تبغي، تبغي الحبه تاعك غلاط تبغيهم رقاع شويه متوسطين تبغي كل واحد وكيفاه هاكا. وخريهم غير بلاتي هاكا. سوي الحبة تاعك كيما هاكا وحطيهم بجهة هاك. نعمينا هذو هما الحبة تاعنا. ودوك انا نكمل دوك نكمل قاعد المقدار هذا اللي عندي ونعاود نرجع لكم. عزيزاتي المتتبعات همنا المخروط نتاعنا همنا بعد اللي درته يعني هذا ورا نعاد باديه باش نقلي تردي الحبه غتصيح في الماء. درت غرفيه كيما هكا تاع ماء تحطي الحبه فيها وترفديها تحطيها في فوق بابي ابسوربون كيما هكا شويه 2 مينوت ولا هكا 3 دقائق ولا زوج دقائق وتعاودي ترفديها وتحطيها في المقله عاد. هاد لاستيس عليه ديروها باش الناس اللي تحل لهم المقروط في الزيت تحطيها في الماء تغطسيها في الماء الحبه وتحطيها في بابي ابسوربون كي هكا كي ينشفوا الحبه اللي بغيتي ديريها كي تحسي من زوج دقائق ولا ثلاثه نشفوا قيسيهم في الزيت كيما هكا وبعدين تقلي. ها هما ينشف ما يلصق ما والو وحطي فوق بابي ابسوربون كيما هكا ما ديريش مباشره في العسل خاطش العسل تاعك راح يخسر هاكا. ومن بعد غتصيهم في العسل هاكا كي تقلعيهم فوق البابي ابسوربو غتصيهم في العسل كيما هاكا وخليهم يتشربوا مليح. وراح نتلاقى معكم ان شاء الله في صحن التقديم. المتتبعات ها هنا المقرون تاعنا من بعد اللي كملته الطريقه اللي وريتها لكم تاع فني في كي تبغي تقليه غتصيب الحبه على حسب الحبه اللي بيتقليهم ربعه ولا خمسه ولا غتصيب الحبه في الماء غطيها هكا في الماء وحطيها في طوسيس تكوني حاطه فيها بابي ابسوربون حطي دوك الربع حبات ولا خمسه على حسب الكميه اللي بيتقليها بين ما حمالك الزيت تاعك مليح وحطي الحبات ما يتحل ما يتفتت ما يدير ما يصرى له والو. وها هو هنا المقرون تاعنا شوفي ها هنا يجي شيش ها شوف ويجي مع السلم الداخل هذا هو المقرون ها شوفي هذا من التحسيله الاولى راه كيما هاك. وكي تبغي تعاودي تقدميه يعني بعد يومين ولا ثلاثه تبغي تقدميه عاودي غتصيف في العسل دفي شويه العسل غير شويه وغتصيفيه وحطيه في الكيسات وقدميه يعني تقليدي من بكري كانوا مواتنا يخدموا بهذه الطريقه ويجي ناجح يجي يتفتت ويشد وقت طويل. ونتمنى الوصفه نتاعي هذه تعجبكم ودعموني بالايجاب وتشاركوا في القناة وإلى الملتقى بإذن الله.